هاني جيد، احنا واحد الله جديد. رمضان كريم، ما بقي له حتى حاجه، بقي له يجي نهار 24 ساعه، غادي يديروها نهار 23. اوه، بقي له جوج نهارات رمضان كريم، ما بقي له والو. هاد اللايف بس يكون بس يخدم مزيان ويحضر لكم تحت نتوما. دابا هاد اللايف غادي يكون بحال صغير، ماشي بحال الفيديو هذيك الطوال. هاد الفيديو بحال صغير ومحيد عندي هاد البيسي وراح هكاك. انا محتاجين هاد حتى دعمونا في هاد اللايف ولا في هاد القناة اللي عندنا حنايا، ونشوف واحد بي سي جديد ونقوم ندير لكم اللايف مزيان. نشوف باش نديرو اللايف ولا دابا. انا كنت بغيت غادي نصور لكم واحد اللايف بلعبة ساعة، ما نقدرش حيت خصني نسرج شي حاجة في بي سي، ولا شريت شي حاجه بي سي، بي سي غادي يكون ثقيل وما غاش ما غاش يخدم مزيان. غادي كاين ما عليش، حتى تعاونونا نشوفوا واش نشرو بي سي ولا حتى يدوز هاد الكورونا ونشوفوا. رمضان كريم، باقي له شويه، باقي له جوج نهارات اللي دخل هنايا جديد، وما عارف باقي له جوج نهارات، راه نهار 23 مور جمعه. اتمنى تكونوا مزيانين. وكتبوا لنا شي حاجه في الكومنتير على رمضان ولا شي حاجه نبقاو نهضروا. انا دابا انا غادي نبارطاجي هذا اللايف باش يدخلوا الناس ونبقاو نهضروا. انت نتوما بارطاجيو باش يدخلوا بزاف الناس داو، نشوفوا واش يدخلوا واش يدخلوا واش يدخلوا. رمضان كريم، جوج الناس اوه هو تلاتة. السلام عليكم، كيراكم دايرين؟ مزيان بخير. قولوا لنا شي حاجة في الكومنتير. واش راكم في الدار ولا لا؟ كان باش نعيط لبابا. انا جاي ما غاديش نتعطل بزاف. بزاف الظلة
السلام عليكم المشاهدين، راكم زيانين، راكم لاباس، راكم بخير، نتمنى تكونوا لاباس، كل شيء بخير، صحة جيدة، كل شيء العائلة مزيانة، نتمنى نلقاكم مزيانين، حتى حنا رحنا مزيانين في هذه الساعة هذه، اللهم لك الحمد. الولد راه ما عرفش يهضر، قال لك اودي نمشي نعاون بوه، ما بوه ما عرفش غادي يبقى له حي، غادي نعاون بوه غادي يهضر معايا، ما عرفش انا علاش غادي يهضر معايا. راكم مزيانين الحمد لله، رمضان مبارك كريم، الله يدخل علينا بصحة وسلامة. وزاد الرق يا ربي يا رب العالمين، طلبوا ربي يجعلها مغفرة الذنوب. ها حنا ولينا معاكم في واحد اللايف جديد ان شاء الله. قولوا لنا شي حاجة في الكومنتير، كل شيء مزيان. وا سيدي الحمد لله، اللهم لك الحمد، راكم مزيانين بخير صحة لاباس. كل شيء بخير اللهم لك الحمد. رمضان مبارك سعيد علينا وعليكم وعلى الجالية المغربية كاملة فين ما كنتو. إن شاء الله هاد السيمانة غادي نصومو إما الخميس ولا الجمعة، 91% غادي نصومو إن شاء الله الخميس، هذا ما كيقولو. والله تقبل منا ومنكم الصيام والقيام، والله يرفع البلاء. اللهم لك الحمد، راكم مزيانين، راكم بخير المشاهدين، كل شيء مزيان، اللهم لك الحمد. كتبوا لنا هذا الناشط الموضوع على ما غادي نبقى نهضروا. ان شاء الله تكونوا مزيانين، وقاعد يدخل دابا راه مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، كل شيء مزيان، صحة لاباس بخير. ها الاولى مزيان، ها الثانية مزيان، ها الثالثة مزيان، وها الرابعة مزيان. شنو الثالثة معاها ولا شنو هذي؟ سيمانات لا. وهدر انت اللي كتقول لي نجيب بابا نجيب بابا نجيب بابا، وما عندك بابا كرا ماشي. تهضر معايا نقول لك شي حاجة، واش تدخل لي؟ وقول لي شي حاجة، غادي نقول لك شي حاجة. لا قول لي شي حاجة. سيما في العمود هذا اللي خاصك. اش كتقول لنا المشاهدين؟ راكم مزيانين لاباس الحمد لله، اللهم لك الحمد. كتبوا لنا في التعليق، كتبوا لنا وشكرونا وديروا اللايك، يعني ان ما كنبغيوش ندخلوا في شي مواضيع غارقه وبعيده بزاف، حنا كنبغيو نعوموا على الفوق الفوق على السطح السطح. ونتمناو تكونوا مزيانين، كاع اللي دخلوا في هذه الساعة، اللهم لك الحمد، راه مزيان بخير، مرحبا بكاع اللي دخلوا في هذه الساعة هذه، كل شيء مزيان، اللهم لك الحمد. وهو شوفي كنبارطاجي ولا بارطاجي، هما ما عندهمش حتى تبارطاجي لهم حال ودخلوا، يعني انه ما عندهمش سميتو فورسا كاسو. فورسا كاسو علاش فورسا كاسو؟ هما ما عندهمش الاخر، يعني انا ما عندهمش سكراب. شوفوا المشاهدين ديالي، انا ديالي المشاهدين ديالي راهم دخلوا، هو مازال ما دخلوا. راكم مزيانين، راكم لاباس، مطلبو كاع الفيديوهات اللي درنا يكونوا عجبوكم. الا بغيتو حنايا الفيديوهات كتبوا لنا دابا وديروا لنا التعاليق، لان حتى الولد ديالي راه ولا كيعاندني وكيبغي يطيب وكيبغي يعاند بواه. البارح راه زيرني وزير مو، حنا كنهضروا بالعربيه نتاع مو ماشي ماما، امو، وقال لها وريني كي كندير نطيب الحوت في الطاجين، يعني كندير طيب الحوت ماشي في الطاجين، في الطاوه باش تفحل بران، يعني بغى يقلع عليه بغى يعاند باه.
وهذيك المعاناة تاع بوها راه ما يقدرش يوصلها، راه بزاف عليه، خصو بزاف خصو يتزوفر يكبر ويتزوفر ويعرف الوقت ويعرف الزمان ودب حق الوقت عاد يزيد يطيب. هو الطياب صحاب له ساهل ساهل وصحاب له عروحة طيب، الطياب راه صحاب له ساهل يعني أن، ولكن الحمد لله إلا شجعتونا وشجعتوه غادي بيكم نزيدو لقدام. بغيتو شي فيديوهات اخرى كتبوا لنا عمازل بحال هاد الفيديوهات، لان دابا حنا في واحد الحجر الصحي ما نقدروش نصوروا برا، خصنا ندور واحد نصوروا عاد داخل هنايا في عاف الدار حتى ان شاء الله يطلقوا لنا عاد نصوروا برا وندير لكم شي مواضيع جديده وشي دخله جديده وشي مناظر جديده وتكون زينه العمازل دي وتعجبكم وتعجب المشاهدين ان شاء الله. وهذا اللي بغيت نقول لكم، قاعد يدخل في نهايه الساعه هذه مرحبا به، اكتبوا لنا التعاليق، احنا كنستناو التعاليق نتاعكم، التعاليق نتاعكم كتفرحنا وكتشاركونا اي حاجه كتشاركوا فيها وكتفرحنا ان شاء الله. لما سيدي عجبكم شي طبق ولا شي حاجه في الفيديو اللي درناه، عجبكم شي حاجه في نهايه الفيديوهات اكتبوا لنا لتحت وامروا حنا ننفذوا اي حاجه عجبتكم مع ما سيدي. ايها المشاهدين اي حاجه عجبتكم كتبوا لنا تحت حنا ننفذوا، كان شي تعليقات مرحبا كما كانت اما الايجابيه ولا السلبيه، لان حنا ما كنبغيش ندخل في شي مواضيع غارقه بزاف بزاف، حنا كنبغيو نفوجوا على بعضياتنا وندردشوا شويه ونرخفوا شويه علينا، لان الا ولينا كنغرقوا بزاف راه حنا ما كنعرفوش نعوموا بدون تعليق. وذلك بدون تعليق، لأن ذلك لأن ذلك اللي يعوم يعوم مع الشط شط، وإلا زاد قدام راه غادي يغرق. والحمد لله على نعمة الله، نطلبوا ربي يدخل علينا الشهر المبارك بالصحة والسلامة، زايد الرزق، نطلبوا ربي يهز هذا البلاء علينا يا ربي العالمين. أو جي سيف العسير هنايا راه شاد لينا البلاصة وراه داير لي واحد داير لي القوق في الراس، فهمتي ولا داير لي القوق في الراس. وكاع حكاك الله يخلي لكم وليداتكم والله يخلي لكم العائلة تاعكم والله يخلي لكم ما عزيز عليكم، هذا نتمناو، نطلبوا ربي يحفظكم كما حفظ اللسان ما بين السنان، هذا ما نتمناو يا ربي العالمين. قاعد يدخل في الساعة هذه، اللهم لك الحمد راكم مزيانين بخير، اللهم لك الحمد. رمضان كريم. على من غادي نكملوا ما عرفين كنا واصلين، كتبوا لنا وغادي نشوفوا على من راح نكونوا كنهضروا. قلت لكم لأن إذا عجبكم هذوك الفيديوهات واخا كنديروا شي فيديوهات فيها 3 دقائق 4 دقائق، لان ما كنبغوش نكثروا على المشاهدين ديالنا وما كنبغوش نحسوهم بالملل، كنديروا شي حاجه خفيفه لطيفه يقبلها العقل ونفوجوا على الناس. هذا اللي بغينا نقوله. ما قالوا ما عندناش وما خصناش، الحمد لله اللهم لك على سيدي ربي العالمين. هذا النهار ماشي هذا النهار، النهار كان واحد الجو موسميس رائع، البارح هو البارح كان الشتاء على طول النهار، واحد الشتاء غزيرة إن شاء الله غزيرة على طول النهار في هنايا في الجزر الباير في مايوركا عام سيدي في الديار الإسبانية. تحية خاصة للجالية المغربية فين ما كانت، تحية خاصة وتحية خاصة للمغاربة كاملين من طنجة للقويرة. وبالك غادي ندير لولدي هاك غادي نبقى نهضر عام وحدي وصافي. تحية خاصة الجالية المغربية تحية خاصة ليكم وبيكم كانت علي، لأن هو شتو هنايا راه ساكت ما كيهضر ما غادي نقول شي حاجة تاع حيت لي، لأنه هو غادي يقول لكم في علمكم من قبل هادي راه عندي الولد كيحشم ما كيبغيش يهضر.
زي ما كان فكر الفيديو بتاع غدا غدا يعني فكرت فكر دابا هما غدا خلينا نغدا غدا راه يصبح ويفتح مع غدا نصبحوا ولا ما نصبحوش يعني ندخل في نادي السعادي عندي واحد مشاهد عزيز 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 بزاف كنقول له هكا عزيز عزيز بزاف كنقول له هكا نلقاكم بخير وصحة جيدة كنتسناو التعاليق نتاعكم وكنتسناو الكتبان نتاعكم وكنتسناو الانتقادات نتاعكم وكنتسناو التوجيهات نتاعكم لأن بالانتقادات التوجيهات نتاعكم شفتو شي حاجة خارجة هاك ولا هاك نبهونا وردونا الطريق شفتو واحد التنويه واحد التنبيه إن شاء الله كان شي مواضيع بغيتو تهضرو عليها هضرو عليها وشاركونا معاكم فيها كان شي معلومة شاركونا معاكم فيها ولا علم لنا إلا ما علمتنا. واش مالي نقول لكم شي حاجه اكي كيلقى لي انا كنسى لا لا ماشي كنسى عندي بزاف هذا في الراس بزاف بزاف عندي هنايا بزاف في الراس لان بزاف الراس و كنت تبغي تقول شي حاجه ساعه ما تقدرش وعلى حسب الحاله النفسيه نتاع بنادم الحاله النفسيه نتاع بنادم هي اللي كتخليه كيهضر وهي اللي كتخليه كيتوجه فين كيبغي يوصل ورمضان على الابواب ان شاء الله غادي يدخل مع مسيري هذه السيمانه هذه بنادم ينقص الرجل وما بقاش على الخيط بيطي وبنادم يصلي في دارو وحده وليداتو الله يخليهم ليه والله يخليهم معز عليه يكون هاد السيمانة ولا هاد الشهر غادي يكون شي فيديو مزيانين كتفهموا نتوما اكن مزيانين لان السيمانة جاية نهار 27 هاد البوراس بالك هاد البوراس غادي يخليهم يخرجوا 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 للزنقة يعني انا ما لا هذا لا يعني مقلم 14 عام غادي يخرجوا هذا ما يخرج هذا راه ما غادي يخرج قل مرة عطى سرعة ما عاد يخرج إلا ما أخوي يقدر يهرب وأنا لا أنت لا أنت ما تخرج أنت تجلس هنا هذا أنا خليه هنا في الدار ما عنده فين يخرج أنت اجلس شكون والحماق هذا هو راي يقول انا زيد هدار 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 يكون شي فيديو انتم عارفين اش من فيديو غادي نطلع واخا اللي دائما كنطلع وكيضحككم عارفين اش من فيديو راكم عارفين او يمكن غادي يكون شي فيديو بحال هادي خصنا نفكر اش من فيديو غادي ندير واش ما غادي ندير فيه لان هاد السيمانه الفايده راه كان عنده سعره قد هكا راه كان بغى يجبد البيض من ايبيرا من الثلاجه يعني من الثلاجه المبرد واحد الكافه واحد الكافه نتاع البيض يعني نتاع البيض بغى يضربني بها قلت له بالك انت راه كيبي قلت غادي تشد دمو وانا نعطيه واش حنا في الازمه وبقى يهرس علي يلعب في البيض ولكن انا حاضر راسي والله ما جبتني حاضر مزيان انا حاضر راسي انا عارف ولكن اودي اش نقول لك خليه على الله خليه على الله وصافي اما لقينا معانا قال لك هالسيمانه يعني احنا راني في واحد الحالات نشوفوا هالسيمانه اسمو غادي يدير يعني جوج برانك يعني جوج مقالب وما خرجولوش مزيان واحد المره قال له واحد المقلب قلت له دابا واخا تقولها بصح قال لك كان واحد الانسان كان واحد الانسان ما
ها خوتي كتبوا لنا وديروا لنا لايك، رانا الرايزر هكا يمشي باللايك. اللايك احنا كنشدوا هذا الكونيكسيون وكنشدوا هذه التغطيه هذه. قال لك واحد الانسان، هذا واحد الانسان كان كيحسب على راسه ذكي، يعني انتيليجنت، يعني متطور، يعني انه كيفهم، وكان عنده واحد استأمنه رجل على غنمه وتركه لأهل البلدة. واحد نهار كذب عليهم قال لهم الذئب جاء غادي ياكل الغنم، فهب اهل القريه لانقاذه، فصعد على التلال وبدا يضحك وكل شيء مشى عنده. ولكن مره اخرى ثانيه وثالثه ورابعه، وذات يوم عندما اتى الذئب، جاء الذئب تاع بصاح فهو القرية تنقذ الذيب الذيب الذيب، قال له هذاك راه يعابو هاني كي يزعق علينا ما نديروش عليه بحال هذا هذا، غير يبقى يدير الماء قالب الماء قالب الماء قالب الماء قالب الماء قالب حتى ما غاش نبقى نتيقو كاع. ما كنبغوش نهضرو على شي حاجة ما كتخصناش، وما كنبغوش نهضرو على شي حاجة واعرة، وما كنبغوش نهضرو على شي حاجة باش نضحكو شوية وباش نفرفشو شوية. إلا عجبكم تبارك الله، وإلا ما عجبكمش هذاك شغلكم ولكم واحد بشهر هكا ربي خلقني انا ما كاع عارف نحل هكا. لاباس لاباس بخير الحمد لله، لاباس اللهم لك الحمد، راكم مزيانين صحة لاباس كلشي بخير هكا بغيتو. دير معايا شي نهار غادي يدير معايا رمضان مبارك كريم. شي نهار غادي يدير معايا شي فيلم. الفيلم هو انا اللي راه فيا وكاع هاد السكيت اللي راني فيه واشتوش. لا ها السكيتش اللي راه شهر ولا شهرين ما خرجناش للخدمه وراه تشوف السكيتش هو انا، لان المشاهدين رمضان مبارك كريم، لان نعاودوها مره اخرى ونقولوها ونعاودوها مره اخرى ونقولوها. واش نغرقوا ولا ما كنبغوش نشوفوا شي صوالح داخلين بزاف، كنبغاو نستو كنبغاو نضحكو مع الحباب ومع الاصدقاء الحمد لله رحمة الله. ما كنبغاوش الاصدقاء وكنهضروا مع الاخر هكا، هي واحد الحاجة بنادم عاوداني كي ثانيا كنبغو ندرتشو كنبغو نزعقو كنبغو سير جيب الاخر سير اودي سير كنبغو نزعقو كنبغو نهضرو كنبغو ندرتشو. أولادكم أحسن التربية، ربي أولادكم أحسن التربية تبارك الله، وعاشرهم وصاحبهم، لأن ما بغيتش نهضر معاه قدام، عاشرهم وصاحبهم ديرهم بحال صحابكم، خليهم شوية ما تزيروش عليهم وما ترخفوش عليهم، شوية هاك وشوية هاك، لأن كنشوف قلال الناس أودي اللي كيقدر يدير هذاك الشيء، ولكن تبارك الله راه حنا واحد الجيل مثقف وجيل واعي، نزلوا المستوى تاع الأولاد تاعكم ونهضروا معاهم ونحاوروهم، وحتى حنا نوليو شباب كما بحالهم، يعني غير خصك تفهم العقليه نتاعو، تحاول تفهم العقليه نتاعو، التفكير اللي كيديرها هو، لانني هاد القناه راه ماشي ديالي راه ديالو ها هو جا. وشويه بنادم يشجعوهم وشجعوا الابناء نتاعهم وشجعوا سير اودي سير صافي سلامه ويشجعوهم ويشجعوا الابناء نتاعكم. ها هو جا، ها هو جا يدير عليا النحاس، هو ما غادي يدير مع الاخر. كنستناو التعاليق نتاعكم، كتبوا لنا على شي حاجه، شجعوهم وحاوروهم ولعبوا معاهم، ولكن عطيهم شي العمود هكذا. عطيو العمود رواح لنا رواح راني كنزعق راني واحد من الطرف نتاع الفكاهه وصافي، يعني انه كيديروا لها هذيك هكا هذيك هكا هكا يمكن يمكن نعطيهم بيا العمود على هكا. هذا ما كان قول هذا هو اللي برزتكم كثروا. سمحوا لي على واحد
وقلت الحياه هذه قلت الحشوميه هذه احنا في المباشر وداك يديرها في اللعبه هذا ما كاين فيديو هذا أتمنىكم تكتبوا لنا عباد الله مشاهدين تحمى بيكتب خمسة اكتبوا لنا شي حاجة بالك ما عندكم شي موضوع هو هذا بالك اودي راه شي حاجة اللي تدخل لنا الساعة هذه مرحبا كيك هذا ما نقوله وهذا ما نطلبه يا ربي فك على كل واحد اللي مريض الله يشافيه واللي عنده مشاكل الله يسهل عليه الله يسهل عليه واللي عنده تجارة الله يرزقه ويطرح البركة واللي كيقرأ الله ينجحه لأن كان سنكم بخير الحمد لله اللهم لك الحمد هذا اللي قلت لكم لان كاين شي صوالح بالك كيمنعوا على بنادم في الاخر ما فين كنت كنهضر ما فين كنت كنقول سمحوا لي على واحد دير شي مرات راه العقل اللي كاين كاين العقل عاقد داك مرات كيهرب ومرات كيولي علاش شدو مزيانين الحمد لله اللهم لك الحمد بنادم مباراه رمضان مبارك سعيد الله يدخل علينا بالصحه والسلامه وزايد الراس كنعاودها مره اخرى وبعد دخلنا الساعه كنعاودها مره اخرى راكم مزيانين بخير اكتبوا لنا تعليق لتحت كنا نهضر على الموضوع تاع الابناء بنادم يربي ولادو واحد التربيه حسنه ويربي ولادو على وربي له بنادم عم ولادو على واحد الزمان قال له سيدنا عمر ربي اولادكم لزمان غير زمانكم يعني ربي ولادكم واحد الوقت اللي ماشي الوقت نتاعكم لان احنا كان واحد الوقت نتاعنا ما فيها لا انترنت لا تليفون لا والو ولكن الحمد لله هذا الجيل هذا غير تربى على هذا الشيء هذا ولكن تربى ربيوه في واحد التربيه حسنه وربيوه في واحد يكون منتج ماشي مستهلك خصو يكون ينتج واحد الانتاج صالح واو بنادم عاب بشويه حتى نوصل السفينه لبر الامان لان بنادم ما بقاش غادي يزير على ولادو بزاف ولا ما بقاش يخاف عليهم بزاف لان عارف ما الا خفت لهم بزاف غادي تكون السيبه ولا زيرت عليهم بزاف غادي تكون القهره لابد بنادم يوسط شويه ولكن يبقى كاين شي مجالات بنادم يعطي شويه العمود خاص سمحوا لي يربي ولادي على واحد التربيه حسنه تبارك الله يعني يربيهم
على الصدق وعلى الصبر وعلى الصلاة وعلى الأمانة وعلى الجار وعلى كل شيء. هذا على من غادي يربي وربي على كل شيء. وإلا ما رباش راه ما غاديش يكون واحد الذرية صالحة، لأن كيقول أيوب مسكينة. آمين. آمين. قال لك أيوب آمين. كاع الله يبارلها. بغا يقول آمين كاملين. كاملين هكا سيدي، آمين كاملين بالصحة والسلامة. هذا كنعاودها لكم، ولكن بنادم على ذلك يبقى حتى عاودوك الأبناء يبقاو يصنطوا لوالديهم، ما يبقاوش عليك حتى هما، لأن كنشوف شي أبناء كيصنط ما يصنطوش الوالدين، خصو حتى هما يبقاو يصنطوا لوالديهم. و هل ما جهل هذا خصني نقولها لكم، ما يكونش هذا هنا خصو يكون بعيد عليا، فهمتوا ولا لا؟ علاش؟ هكاك خصو ما يكونش هذا قدامي. علل علاش؟ هذا ما خصوش يكون قدامي. هو عباد الله، واش بنادم كيديروا كيلو على بوه؟ هذا اللي كيلو على بوه، اللي كيلو على بوه شطاب زبل في الدروج جمعتو انا. المهم تكونوا مزيانين، والله يخلي لكم ما عز عليكم، والله يحفظكم وينصركم، والله مراد الله يشافيه، واللي كيزيد يدير التجارة الله يربحو، واللي كيقرا الله ينجحو، واللي مسافر الله يوصلو في سلام وأمان لأهليه، واللي جالس في الدار راه مبرع. هذا ما بغيت نقول لكم، نستناو الكتابة نتاعكم، الكتابة نتاعكم، الكتابة نتاعكم. و لأن واحد اللايفات سمحوا لنا على هذيك اللايفات اللي درنا، لأن أنا هاد المعلوميات وهاد الآخر راه زيرو، راني ما كنعرف مين ندخل ما كنعرف مين نخرج. نقول شي أنا ها هو اللي ربوا أولادكم لزمان غير زمانكم، ها هو اللي كيدير كل شيء، أنا ما كان كندير هنايا وكنهضر. هو اللي خاص القراية. لا راه مو قراية، 18 عام تاع القراية، راه مستوى جامعي. راه قريت في جامعة محمد الأول في وجدة. سلام. راه مستوى جامعي تاع 94. انا اللي غيريها بلي الصور اللي يقع اولدهم وحصل فيهم. كنقول لكم مره اخرى، بغيت غادي نهضر معكم شي موضوع، نهضروا عابيني وبينكم، هذا ما يكونش هنايا. هو كيضحك راه معاه من خلال. مقابل لي على التليفونات، مقابل لي على سناو التعليق كاع اللي دخل هنا. هذا ايوب سنيكر كولونيا سان جوردي. كولونيا سان جوردي، تحيه كولونيا سان جوردي، تحيه كولونيا سان جوردي. هو اللي رجع. لايك وكتبتوا لنا راه كونيكسيون يعني امشي ثقيل. ورا الفيديو اللي فات كنا كنوصلوا واحد العادات تبارك الله غير مستهان بهم التعليقات ومن عمل الاستشارات، ولكن هذا مباشر هذا ما شفنا حتى واحد، ما طلع حتى واحد، ما هضر حتى واحد، ما قال حتى شي حاجه. كرام كيوجدوا رمضان، ورمضان راه جاي مرحبا. كرام كيوجدوا وغادي يوجدوا، راه يوجدوا، راه يوجدوا، راه يوجدوا، ولكن واخا ما كاين مشكل.
كان شي مواضيع انا من بعد غادي ندير معكم مباشر ديريك، هذا ما غاديش يكون معايا، غادي نقول معكم نيشان باش نهضروا بشي صوالح نيشان. الى جا هذا هنا راه غادي يبرزني وراه كيخرج عليا، يعني دابا كيخليني كيقول لك ابا راه يجي ابا واحد.